بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رحاب هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك، أود أن أركز بدقائق قليلة جدا على تسمية هذا الشهر، وأود أن أذكر وأنشط ذاكرتكم الكريمة بمعاني وأوصاف هذا الشهر الكريم باختصار. ينحدر كلمة رمضان، شهر رمضان، من رمضة، والرمض حسب اللغة كما جاء بمعنى المطر الذي يهطل أول الخريف وينقي الأجواء من غبار الصيف ويطهرها من أتربته. وهذا المعنى جاء في سياق الكلمات من الرسول الأكرم والأئمة عليهم السلام في توصيف هذا الشهر المبارك. وتعرفون جيدا أن شهر رمضان هو فرصة مباركة، يصفه القرآن الكريم بأيام معدودات من أجل تطهير النفس من الأدران واللوثة الذنوب، وبالتالي هي فرصة مباركة جدا للتكامل النفسي والروحي. وهناك أوصاف كثيرة وصفوا هذا الشهر الكريم للتنشيط الذكري الذهني. أقول أن الله سبحانه وتعالى فرض علينا هذا الشهر بالصيام، والمفهوم العام من الصيام هو تقوية الإرادة وبالتالي تقوية الجانب الروحي على الجانب المادي في الإنسان، وبالتالي تحقيق السعادة الحقيقية للإنسان في الدنيا وفي الآخرة. من جملة الأسماء والوصاف لهذا الشهر شهر الله، شهر الله الأكبر، يعني تعابير جميلة جدا، نعوت وأوصاف لهذا الشهر. شهر الصيام، شهر ضيافة الله، شهر نزول القرآن الكريم، شهر ربيع القرآن، شهر تلاوة القرآن، شهر الإسلام، شهر الطهور، شهر التمحيص. هذه كلها أوصاف جاءت في الروايات أهل البيت عليهم السلام، أوصاف تصف هذا الشهر الكريم، وهو يدل على مكانة هذا الشهر المتميز عند الإسلام وعند القرآن. شهر العتق، شهر القيام، شهر الصبر، شهر المواساة، شهر المغفرة، شهر الإنابة، شهر التوبة، شهر الرحمة، شهر الإنابة، شهر الاستغفار. هذه كلها أسماء لهذا الشهر. شهر الدعاء، شهر العبادة، شهر الطاعة، شهر مبارك، شهر عظيم، سيد الشهور، عيد أولياء الله، ربيع الفقراء، ربيع المؤمنين. كل هذه النعوت والأوصاف جاءت لتؤكد على المؤمن أهمية هذا الشهر الفضيل، وأن نفتح أمامنا في هذه المائدة الإلهية والرحلة الروحية كل عقولنا وأفكارنا وقلوبنا وعواطفنا، ونعطيه الأهمية اللازمة بحيث لا يكون هذا الشهر كسائر الأشهر خلال السنة التي نعيشها. وبالتالي نحن أيها الأخوة أيها الأخوات، علينا أن نقوي هذا الجانب الإيماني الروحي، وبالأخص في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها أمتنا بل العالم أجمع، في هذا الوضع الذي نحن اليوم بأشد الحاجة إلى التضرع إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء. وأهمية هذا الشهر أنه هو متمحض للدعاء، والله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، ونسأل الله التوفيق والعافية والابتعاد عن المكروه، كل مكروه، ودفع الله عنا البلاء والوباء والغلاء،
وغفر الله لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.